انظروا ماذا فعلا الرجلان. سرقا الحقيبة، انظروا انظروا إليهما وهربا، على الرغم من أن الفتاة كانت تمسكها جيدا، ولكن النشالين هنا يعرفون كيفية سرقة أي شيء وبسرعة فائقة جدا. اللعنة اللعنة، ما هذا؟ في اللحظة التي وقفت فيها في الشارع قام هذان الرجلان بسرقة حقيبة الفتاة، هذا شيء لا يصدق. بغض النظر عما حدث هنا، إلا أن الجميع يسرق بطريقة ما. سنتحدث اليوم عن رجال العصابات الفيتناميين. أستطيع أن أخبرك بالكثير من الأشياء هنا، أكثر مما تتخيل. سنتحدث عن الأزياء والسيارات ومصادر الدخل أيضاً، وسنكتشف معاً لماذا تهاب آسيا المافيا الفيتنامية. سوف أتحدث عن كل هذه المواضيع تماماً كما قلت لكم، كما اتفقنا. وسوف نتحدث عن أحد أخطر مناطق العشوائيات هنا. أنا لا أعلم كيف يستطيع الناس أن يعيشوا في هذه الأماكن، لا أدري كيف. سنزور اليوم أكثر الأماكن خطورة هنا، ونظراً لغناه بالمناطق الساحرة سنريكم بعض أجمل الأماكن في هذا البلد الرائع. نحن الآن في سايغون، سنذهب مع رجال العصابات المحليين في أكثر المغامرات غرابة والتي لم تشهد مثلها من قبل. هيا بنا يا رفاق لننطلق، هيا بنا. هذا القطاع الثامن. نعم، كانت هذه المنطقة التي أمامك خطيرة للغاية بسبب التجارة بالهيروين وجميع أنواع المنشطات. كل من عاش هنا سواء كان صغيراً أم كبيراً يبيع الهيروين، هذا عادي. في كل مرة تداهمهم فيها الشرطة يقفز الناس في النهر ويسبحون للطرف الآخر، لذلك لم تتمكن الشرطة من أن تقبض عليهم أبداً. يأخذنا اليام إلى الأماكن التي نشأ فيها. نحن في مدينة هوتشيمينية، أكبر مدينة في فيتنام، وتلقب بعض الأحيان بالعاصمة الجنوبية. سميت سايغون في وقت سابق، ليام الآن هو الزعيم ويعيش في حي فاخر، لكنه نشأ في القطاع الثامن. في سايغون توجد اثنتان من المناطق الخطرة، هي القطاع الرابع والقطاع الثامن. القطاع الرابع أو كما يسمى أيضاً منطقة المافيا، وهي عبارة عن جزيرة داخل المدينة. أخيراً تم تطهيرها من الممنوعات وبناء مساكن حديثة، بينما استمر النشاط غير القانوني بالتزايد في القطاع الثامن. صديقي هو الزعيم هنا، ومعه سنكون بأمان بالتأكيد. تستطيع تمييز القطاع الثامن من أكواخه القديمة على عكس الأبنية المرتفعة في مدينة سايغون. يعيشون هنا في منازل مصنوعة من الخشب والمعدن، ويأخذون مياه الاستحمام مباشرة من النهر على الرغم من تلوثها، لكن لاحقاً سنتحدث عن هذا. في سايغون لطالما كانت المافيا أكثر من مجرد جماعة إجرامية، فعندما حكم الفرنسيون في فيتنام بعد الحرب العالمية سيطر مقاتلو بين سيين على المدينة وتحولوا تقريباً إلى جيش خاص، وأصبح زعيمهم الذي يدعى لوفان فين حاكماً لمدينة سايغون، وحصل على رتبة جنرال، حتى إن رئيس وزراء جنوب فيتنام قام باستشارته آنذاك، وبعد ذلك هرب لوفان فين إلى فرنسا ومات هناك كرجل ثري. أما تحت حكم الأمريكيين كانت سايغون تحت سيطرة ما يسمى بالملوك الأربعة. كان زعيمها رجلاً سفاحاً يدعى نيون ناكلون. تذكروا هذا الاسم جيداً يا رفاق، سأخبركم المزيد عنه لاحقاً، فإن هذا الجزار الدموي شخصية رئيسية في تاريخ حرب فيتنام طوال حياته، وكان مرعباً بشكل كبير. وبعد الحرب حكم سايغون كلها نام شام، وهو آخر أب روحي لفيتنام.
بشكل عام ما زالت المجموعات الإجرامية منتشرة، وأعطى اليام للمجموعات الإجرامية منحناً جمالياً. جلب اليام أسلوب شيكانو إلى فيتنام، حيث استوحاه من رجال عصابات من أصل لاتيني ظهروا في لوس أنجلوس. كانت السمة المميزة لهم كثرة الوشوم على أجسادهم. يقول بعض الناس إنني أقلد أسلوب شيكانو، ووشمي لا يتطابق تماماً مع النمط المكسيكي أبداً، ولكن أنا لا أهتم، فأنا أحب العمل بهذه الطريقة، وأعتقد أنها طريقة الخاصة. تعلم بوجود معان كثيرة لهذه الوشوم في ثقافة شيكانو. MS-13 هي عصابة من أمريكا اللاتينية. صحيح. والعديد من الحروف الأخرى في الوشوم تشير إلى عصابات أخرى. فأريد أن أسألك سؤالاً، هل الأمر سيان في فيتنام؟ يسألني الكثير من الناس نفس السؤال، لأن الجميع يعتقد أن كل الأشخاص الذين يحبون ثقافة الشيكانو هم أفراد عصابات، لكنني أجادلهم، فأنا أحب ثقافة الشيكانو لأنني أحب الموضة فحسب، إنه أسلوب حياة، هذا لا يعني أنني مجرم، أنا أحب فعل هذا. لدى اليام 15 صالوناً في فيتنام، حيث يمكن لأي شخص أن ينتمي إلى شيكانو، وذلك من حيث الشعر والوشم واللباس، حتى إنك تتعلم كيفية عمل إيماءاتهم. هذا يعني فيت مونستر. فيت مونستر. لكن السمة الرئيسية للشيكانو هي السيارات المنخفضة. هذه سيارات تمتلك نظام تعليق خاص، ودعوني أقول أن الروس الذين يركبون السيارات المنخفضة هم الأكثر سوءاً. حسناً، انظر هنا، هذه المقدمة، هذه السيارة أصلية تماماً من الأعلى، إنها شيفرولي إمبالا، ولكننا قمنا بإجراء بعض التعديلات عليها كي تتمايل وتهتز وترقص بهذه الطريقة. أصبحت السيارات المنخفضة مشهورة في التسعينيات عندما بدأ باستخدامها مغنو الراب المشاهير كسنوب دوغ ودكتور دري. لم يعرف أحد هنا كيفية القيام بذلك، فلا أحد يفهم كيف يصنع هذا. عرضت السيارة على ميكانيكي وأريته صور ومقاطع الفيديو، وقلت له اصنع لي مثلها، فقال لي من المستحيل فعل ذلك، وسألت أكثر من ميكانيكي، أجابني جميعهم ذات الإجابة، فكان علي أن أسافر إلى تايلاند لأن هذا النوع من السيارات كان منتشراً هناك بالفعل. تحدثت مع صديقاً لي هناك فقال لي تعال إلى بانكوك. سافرت وأحضرت الفريق بأكمله من هناك إلى فيتنام، وقد أحضروا معهم العدة. بالمختصر سافر الرجال من تايلاند إلى فيتنام وأنجزوا كل شيء. استغرقنا عامين لإنجازها. يا إلهي، عامين؟ نعم، عملوا على هذه السيارة لمدة عامين، وقد سافروا ذهاباً وإياباً أكثر من مرة للحصول على التفاصيل والمعدات اللازمة. لا أعلم ما إذا كان واضحاً على الكاميرا، فالسيارة تتحرك مثل الأفعوانة، إنها كالأفعوانة الأمريكية تماماً. وكم كلفت هذه السيارة؟ قل لي. لا أتذكر، فقد قاموا بكل هذه التعديلات منذ حوالي عامين أو أكثر، لا أتذكر. هل نستطيع القول ما بين 20,000 و 50,000 دولار؟ قل لي تقريباً، كلفت هذا المبلغ؟ قل. أكثر. قلت أكثر؟ أكثر من 100,000 دولار؟ أعتقد أكثر من 100,000 دولار، نعم نعم. أعد ما قلته من فضلك. سوف ندخل الحي. علي أن أخفي الكاميرا، صحيح؟ نعم، حاول أن تخفيها. سنذهب لمكان اللقاء.
هيا بنا. ولا تظهر الكاميرا أبداً. انتقلنا إلى نها ترانج، وهو منتجع رئيسي في جنوب فيتنام، يحظى بشعبية بين السياح الناطقين بالروسية. هذه المساحة الشاسعة في المدينة هي عبارة عن سوق سوداء. جلبنا سانيا إلى هذا الحي. لقد عملت لفترة طويلة بإعادة الدراجات وجوازات السفر والهواتف المسروقة للحصول على المكافآت وأحياناً بالمجان، لكن حسب نوع المسروقات والأشخاص. ها قد عدنا إلى نفس الحي، فبالإضافة إلى المخدرات يعد هذا الحي مركزاً ضخماً لإعادة بيع البضائع المسروقة. ومع ذلك لم يعد سانيا المسروقات فقط، فلنكن صادقين. هل أخبرتني عن هذا الحي؟ ها هنا متجر ملابس، وهناك أيضاً يوجد شوكولاتة بمئة يونغ. في الماضي كان كل هذا الشارع يهابني. أنا لا أقصد التفاخر، ولكن كنت المسيطرة هنا. لقد سرقت عندما كنت طفلاً، فعندما ماتت والدتي أصبحت بلا مأوى وتم القبض علي، وبعد ذلك تعلمت كيفية السرقة وكنت أسرق كل شيء، ملابس، طعام، وحقائب وكل شيء. لم أعد أحتاج شيئاً أبداً. حينها اعتمدت على نفسي بالكامل ولم أشتري شيئاً، كنت أسرق فقط. لنفترض أنك تريد شراء دراجة، أي دراجة، عادية أو نارية. وكم سعرها؟ سبعة. سبعة؟ وماذا عن هذا؟ هنا كم؟ حوالي العشرة ملايين. كم؟ عشرة. عشرة ملايين؟ نعم، وإحدى عشر مليوناً. عندما التقينا سانيا لأول مرة طاني قميصين للاعبي كرة قدم، على الرغم من حقيقة أننا لم نكن نعرفه على الإطلاق. في ذلك الوقت كان من الواضح أن أحدها مستعمل والثاني صغير وكلاهما مسروق، لكن الرغبة في العطاء والسرقة في نفس الوقت تجعل من سانيا إنساناً مميزاً جداً. أرادنا سانيا أن نخفي وجهه رغم أن كل الحي يعرف من يكون بالفعل. هل يمكن أن توضح لي لماذا تريدني أن أخفي وجهك بالرغم من أن كل المدينة ستتعرف عليك في الفيديو؟ دعهم يعرفون من أنا، ولكن ليس على اليوتيوب، فبعد ذلك سينظر الجميع لي بنظرة مختلفة وأنا لا أحب هذا. إذن تريدني أن أخفي وجهك حتى لا يكون هذا دليلاً ضدك في المحكمة، أليس كلامي صحيحاً؟ ليس في المحكمة، بل عامة، فأنا لا أطمح أن أصبح نجماً. لكن ربما سيكون ذلك أفضل، لأن قصته مثيرة للغاية حقاً. بشكل عام فإن شخصية سانيا نموذجية للغاية للمنتجعات الآسيوية. الرجل الذي أتى إلى هنا بلا شيء، ومع ذلك فإنه يستمتع ويستطيع تأمين نفسه. لم أخطط للمجيء إلى هنا مطلقا. كان لدي فتاة وعمل في مدينتي، لكن صديقي هو من فعل هذا. فقد كنت ثملا جدا، واستيقظت بعد أن كنت بطائرة متجهة إلى فيتنام في حينها. كان صديقي يصرخ من النافذة ويشتم مدينتنا، لكنني لم أصدق ما حصل حتى هبطت الطائرة. إذن أتيت هنا رغما عنك؟ في ذلك الوقت أنا لم أكن مرغما، كنت نائما وثملا. أنا لا أعلم إن كنت تشرب الكحول أم لا، ولكن دعني أقول لك ما حصل. كنا نتناقش ونرقص ونشرب الكحول لمدة يومين، وبعد ذلك طردنا من هناك، وهذا كل ما أتذكره. لا أتذكر إلا هذه الأشياء البسيطة فقط. وكيف تعيش الآن؟ حسناً، لا أستطيع التذمر، لأنني أنا من جلبت هذا لنفسي حتماً. يعيش سانيا في فيتنام منذ عشر سنوات، وأسس شركة صغيرة يقول عنه كثيرون إنه عاش حياة متهورة وخسر كل شيء يملكه. عندما وقعنا حاول الجميع مساعدتنا، وكان لدينا فريق جيد، وكان الجميع طيبين للغاية وأحبونا. وكما هو حال الجميع، خلال الوباء انهار كل شيء، يحاول سانيا النجاة قدر المستطاع. عندما كانوا يبحثون عني في جميع أنحاء المدينة، كانت لدي خمسة أماكن مجهزة بأشيائي، وقد غيرت الملابس أكثر من مرة لإرباك الكاميرات فقط. على مر السنين اعتقلت الشرطة سانيا أكثر من مرة، حيث تم تحذيره بل والتهديد بتسليمه للسلطات الروسية. والأسوأ من هذا كله، قامت السلطات بلصق هذه الملصقات والتحذير من أن سانيا قد يسرق مقتنياتك.
هيا أخبرنا عن الرشاوى في فيتنام، كيف تحصل؟ الرشاوى أمر شائع هنا، فعلى سبيل المثال إن أوقفتك شرطة المرور وكان هناك شرطيان اثنان فعليك رشوة الاثنين. تقصد 500,000 يونغ؟ نعم بالطبع، هذا ما يحصل هنا، وعليك المساومة مثل ما كنت تفعل في سوق نيويورك لديكم. كلامي صحيح أليس كذلك؟ حسناً، هذه $45. 20. لا أحد سيبيعها ب20. 20. كلا كلا، إنه سعر ممتاز. حسناً، سأعطيك إياها ب40، موافق؟ إذن أعطني إياها ب20. اعتقلوني بتهمة السرقة المتكررة وسألوني إذا ما كنت أعرف الإنجليزية الفيتنامية، وكنت أخرج للسرقة من دون هاتف، ولكن لم يكن هناك مترجم، سمحوا لي بالرحيل لأن السرقة كانت أقل من 300 دونغ فيتنامي، لا يعاقب عليها القانون. سمحت الشرطة له بالذهاب لأن الشرطة ليست متعاقدة مع مترجم، وكما فهمت من قصصك فالشرطة لطيفة للغاية. أعتقد أنهم ليسوا لطفاء، لأنه عندما يبحث شخص ما في ماضيهم سيعرف أنهم طيبون لدرجة قتلهم لنائب في العام 2017. إنها مؤسسة فاسدة. نحن نتحدث عن مقتل سيرغي شيبان، النائب السابق لسفير دلوفيسك، الذي جاء في صيف عام 2017 إلى فيتنام. بشكل عام الشرطة هنا قذرة جداً، قد تعتقد أنهم لطفاء للغاية، ولكن لن تتمكن من التمييز ما إذا كانوا سيئين أم لا، ولا أعلم إن كان نذير خير أن يكونوا لطفاء هكذا. أنا قابلت فيتنامياً في الشتاء في نادي ضخم يدعى روفتوب، إنه مستشار وكان لديه كل أنواع الممنوعات، وكان يفعل كل الأشياء الخارجة عن القانون. روفتوب هو عبارة عن بار راق على سطح فندق 5 نجوم في نهاترانج. وعندما ثمل أراد أن يطلب المزيد فأعطته النادلة قائمة بأسعار أغلى مما هي عليه، فبدأ بالتصرف بعنف وعدوانية وأراد أن يعتدي على الفتاة حينها، وعندما هربت الفتاة قام بملاحقتها، وبعد هذا أتى إخوتها وقاموا بضربه وجعلوه يقف على قدميه وضربوه مرة أخرى، ومن ثم رموه للأسفل من نفس المكان الذي يرمون منه القمامة، ولم يتدخل أي من الروس. وسمعت بعدها أنهم بعد بضعة أيام قاموا برمي شخص آخر، وأعتقد أنه روسي لأنه لم يدفع كامل الحساب لذلك رموه. إنهم يرمون كل الزبائن بهذه الطريقة، الذين لم يدفعوا الحساب ولا يتعاملون بلباقة، لذلك لن أذهب إلى هناك مرة أخرى كي لا يرموني أيضا بنفس الطريقة. لا أفضل أن أرمى في القمامة وأن أموت، إنها حقا طريقة بشعة بالتعامل. هل تفهم قصدي؟ بالطبع بالطبع، إنه ممر لرمي القمامة، لذلك سيرمونني من هناك إذا ذهبت إليهم مرة أخرى. أنا واثق من هذا لأنهم عدوانيون جدا، ولا أريد هذا أبدا، لا أحب أن أتعرض إلى مثل هذه المواقف. من هم الذين فعلوا ذلك؟ قتلوه، كان مع زوجته وطفله. هكذا الشرطة هنا. جريت بساطور لأنني لم أستطع أن أقف وأشاهد، وبعد ذلك أخبرني رجل كيف قتل سلاف مثله أمام عينيه، وقال للنائب: أيها النائب، لا يمكنك التصرف بهذه الطريقة، هذه ليست روسيا، الناس ألطف من أن يحدث لهم شيء سيء كما تعلم. بعد ذلك ضربته ورحلت لأنه أثار غضبي جدا بحديثه. أعتقد أنكم أدركتم أن للشرطة الفيتنامية صلاحيات لا حدود لها، وتتدخل حتى في الفضائح الدولية. يمكن للجدال مع السكان المحليين أن يكون خطيراً. الفيتناميون أناس مبتسمون ومضيافون للغاية، لكنهم يقتلون بعضهم بواسطة العصي والفؤوس. هل شاهدت كيف توضع السيوف في الأفلام الصينية على مقدمة الرماح؟ مع هذه السيوف لا نفعل المناجل، إنه صراع للبقاء، إنه أمر بشع للغاية، إنهم سفاحون حقاً. ومن أجل الترفيه قليلاً يا رفاق، لدينا اثنان من راكبي الأمواج هنا، وهما من رواد المنتجعات الآسيوية أنتون وسيرغي، دعونا نتكلم معهما قليلاً.
اعتدت أن أقضي الصيف على شاطئ البحر الأسود وركبت الأمواج هناك أيضاً، ومن ثم قال لي صديقي: لماذا تقضي الصيف هنا؟ دعنا نذهب إلى فيتنام. وذهبنا فعلاً إلى هناك كي نقضي الصيف بأكمله في فيتنام ولنسعد أنفسنا. وبقيت؟ في البداية جئت لفترة قصيرة، ثم عدت وبقيت هناك واستقريت فيها. وكيف أتيت أنت إلى هنا؟ لا أعرف، بدأت أعتقد أن التيار جرفني إلى هنا، فأنا بشكل عام أحب السفر ورغبت في المجيء إلى هنا. أحببت أن أعيش هذه المغامرة بأكملها في فيتنام، وهكذا أتيت إلى هنا منذ حوالي 5 سنوات فقط ولم أعد إلى المنزل. إنهم يعيشون في مدرسة تعليم ركوب الأمواج. تأتي الشرطة إلى هنا فقط لتقديم المساعدة أو ما شابه. وهل تعيشون هنا بشكل قانوني؟ نعم، فقد اتفقنا مع الشرطة. في بلد دافئ لا تحتاج إلى الكثير من المال لتعيش، علاوة على ذلك فإن الفيتناميين لطفاء ويساعدون دائماً. إنهم أناس طيبون ويعاملون الكل بطيبة قلب حقاً. نعم، ودودون ومبتسمون دائماً طوال اليوم. لا يسألونك من أين أنت أو ما هو أصلك أبداً، ولا يريدون أن يعرفوا ولا يهتمون أبداً. وبالطبع هنالك من هو ليس لطيفاً. أثناء جائحة كورونا قام الفيتناميون بإطعام المغتربين على نفقتهم الخاصة. جاءوا وسألونا عما نحتاجه وجلبوا لنا البقالة كل يوم تقريباً، ولعدة أيام اهتموا بنا. بينما يوجد عدد قليل من السياح هنا يقومون بالعروض باستخدام النيران للحصول على المال. حتى لو أنهم يحصلون على المال القليل، فهم على ما يبدو لا يحتاجون الكثير للعيش هنا، وهذه صورة نموذجية للمغتربين في آسيا. هذا هو البحر الذي يسمى بحر الصين الجنوبي في جميع أنحاء العالم، بينما هنا في فيتنام لا يمكنك تسميته هكذا، هنا يدعى البحر الشرقي. الكل يعرف الحرب الأمريكية الفيتنامية على ما أعتقد، لأن الأمريكيين أنفسهم صنعوا الكثير من الأفلام الوثائقية عنها. لكن هذه الحرب لم تكن آخر عدوان خارجي صدته فيتنام عليها وصمدت أمامه، فآخر حرب لفيتنام كانت مع الصين. بدلاً من ذلك تسمى العملية الخاصة الدفاعية الوقائية في جمهورية الصين الشعبية. في 17 من فبراير عام 79 شنت القوات الصينية حرباً على فيتنام. أوضحت الصين ذلك بالحاجة إلى الحماية من التوسع السوفيتي لها، ويزعم أن الاتحاد السوفيتي أخذ المزيد والمزيد من الأراضي. ألا يذكركم ذلك بشيء؟ كانت موسكو ضمنها، كانت منغوليا ضمن الاتحاد السوفيتي، ومنذ عام 1900 ضمت أفغانستان وكمبوديا، والآن فيتنام التي قاتلوا معها جنباً إلى جنب ضد الغزاة الأمريكيين تريد الانضمام إلى الاتحاد السوفيتي. يقال إن من خطط للغزو كان دينغ شياو بينغ الزعيم المستقبلي للصين، من رأى في الاتحاد السوفيتي تهديداً أكبر من الولايات المتحدة لقيادته. ومع ذلك كانت الحرب قصيرة، وبعد حوالي شهر، وفي شهر مارس قد قامت الصين بسحب قواتها، وفجأة أعلن كلا الجانبين نفسيهما فائزين، وحتى الآن الصين وفيتنام لديهما جزر متنازع عليها. وليس فقط مع فيتنام بل مع جميع الجيران، فإذا قمتم برسم حدود المياه الإقليمية على مسافة 200 ميل من الساحل الذي حددته الأمم المتحدة فسوف تمر على هذا النحو. لكن الصين لا تعترف بهذا، معلنة أن لها حقا تاريخيا في هذه المنطقة ولن تعطيهم إياها أبداً. تعمل فيتنام بجهد كبير على سحب الشركات الغربية من الصين نهائياً، وقد نقلت إليها شركات مثل أبل وليغو وسامسونج ومايكروسوفت وجوجل، وأصبحت ماركات الملابس أكثر نشاطاً أيضاً. وسرعان ما تحولت فيتنام إلى أحد مراكز السلع المقلدة. سوق بنتان هو أقدم سوق في فيتنام على الإطلاق، ظهر بشكله الحالي في عام 1912. في الواقع كان موجوداً قبل ذلك بوقت طويل جداً، وهو الآن أكبر سوق في سايغون. جاء
جئنا إلى هنا لنلقي نظرة على الشيء الذي يحبه كل من مادونا وليل بامب ومورغنشتيرن وتيماتي ويوغور كريد، على الرغم من أنه قد يبدو غريباً بالنسبة إلى كثيرين أن شيئاً ما سيوحدهم، لكن هذا غوتشي. إنها غوتشي. غوتشي. إن جميع هذه الماركات غوتشي. نعم. غوتشي وفقاً لمجلة جي كيو هي أشهر علامة تجارية لموسيقى الهيب هوب، ومغنو الراب أنفسهم يرتدونها، وغالباً ما يذكرون هذه العلامة التجارية من الملابس في أغانيهم. لا يعلم الجميع، لكن كل ذلك بفضل شخص يدعى ديبردين، وهو رجل بسيط من حي هارم افتتح كشكاً في الثمانينيات، وبدأ بصنع قمصان وسترات بسيطة تحمل شعار العلامة الشهيرة غوتشي. تواصل معه مغنو الراب المحليون على الفور، راغبين جداً في الظهور بمظهر رائع. إليكم غوتشي الزائف لديبردين، يرتديه إريك بي وراكيمي، هذان الشخصان اللذان تمتعا بشعبية كبيرة في السابق. ومن المثير للاهتمام أنهما في ملابس مزيفة داخل سيارات فارهة. اسمي ديبردين من ديبردين بوتيك شرق هارلم، وأنا مصمم النجوم. جرب ديبردين علامات تجارية أخرى أيضا، لكن غوتشي بقيت المفضلة لديه. وفي النهاية سئمت ماركات الأزياء من التقليد في عالم الملابس، وفي عام 1992 استطاعوا إغلاق متجر ديبردين في هارلم، وذلك من خلال المحاكم. لكن هذا لم يمنع الرجل من الاستمرار في الخياطة سرا لمغني الراب، وانتهى كل هذا النجاح باستسلام غوتشي، حيث في عام 2017 وقعوا عقدا معه وسمح له مرة أخرى بفتح متجر في هارلم في نفس المكان، وبيع سلع الأزياء ذات العلامات التجارية الخاصة به بشكل قانوني. كما تعتبر تعديلات غوتشي من ديبردين هي الآن الأغلى ثمنا. دعوني ألخص لكم قصتي الآن. بدأت بإعادة تصميم الموضة كلها حتى تعيد الموضة تصميمي. لذلك دعونا نقول إن فيتنام تتبع هذه الخطوات. أبحث عن مثل هذا لكن من غوتشي. هل لديكم مثل هذه من ماركة غوتشي؟ غوتشي نعم مثل هذه. فقط انظروا إلى هذا العدد من العلامات التجارية على رف واحد: كينزو، تومي هيلفيجر، كيلفين كلين. جوارب غوتشي تشبه الأصلية وموضوعة برفق في العلبة. يقولون إن المنتجات المقلدة الفيتنامية ذات نوعية جيدة لأنها تصنع في مصانع تشبه إلى حد كبير المصانع الأصلية. حسناً يا رفاق، أعتقد أنني عثرت أخيراً على غوتشي. نادراً ما يتم ارتداء مثل هذه هنا لأن الجو دافئ. مثل هذه تساوي 1350 دولاراً على الموقع الرسمي. هل لديكم سترة من نوعية غوتشي؟ انظر إلى هذا. حسناً، سأخذ هذه السترة أيضاً من نوع غوتشي. كم سعرهما؟ أريد الاثنتين معاً. كم سعرهما لو سمحتي؟ على القطعتين؟ نعم الاثنتين. القلونسوة والسترة معا يساويان هكذا. هذا هو 700؟ صحيح. سأدفع 500، فقط أريد أن أعرف إلى أي حد يمكنني المساومة، لكنها تقول 690، الكل ب500. إنها تكتب 650. ب500 سأخذها. كلا هذا قليل. سأخذها ب500. لا حسنا 620. 550، ما رأيك؟ حسناً، أنت ربحت. المجموع يا رفاق حوالي 23 دولاراً مقابل قلنسوة وسترة غوتشي. نعم، نعم. وهذه كم تساوي؟ 250. لا، 100,000. كلا، لا يمكن. 150، ما رأيك؟ 250. 150 وسأخذها على الفور. 150. 200، ما رأيك؟ خذها. 150 وأخذها فوراً. كلا، هذا لا ينفع. هل تريد أن تأخذها؟ 199. لا، هذا سعره. 150. حسناً، جيد. فقط لأجلك يا رجل غوتشي. نحن في منطقة عشوائيات في سايغون تقع في ضواحي القطاع الثامن. هذه المنازل
تم بناؤها من قبل السكان باستخدام الخردوات التي جمعوها خلال سنوات عيشهم هنا. إنها متهالكة تشبه هذه المباني الصناديق المتراصة، لكن هنالك الكثير من التفاصيل المثيرة للاهتمام. انظروا إلى الجزء العلوي، هنا في الليل تتم إزالة هذه الستائر وذلك لزيادة التهوية أكثر، وهناك غرفة واحدة بالداخل. تعيش العائلة في الطابق السفلي وتنام في الطابق العلوي، وفي الليل عند إزالة الستائر يصبح الجو لطيفاً أكثر بعض الشيء. ينام الكثيرون ويأكلون على الأرض ببساطة لعدم وجود مكان للأثاث، وهذا أمر طبيعي. في كل بيت عائلة مكونة من 5 إلى 6 أشخاص. انظروا إلى هذا، هذه هي المواد المستخدمة في البناء هنا، الألواح، وهنا الخشب، وهنا يوجد الطوب مع الإسمنت طبعاً، ومع بعض الأحجار أيضاً كما ترون، هكذا بهذا الشكل. وفي الوقت ذاته يتم تعليق سلاسل وأقفال ضخمة على أبواب المدخل. كل هذا مبني وكأنه مجمع اشتراكي منظم، حيث المطبخ مشترك. أنا أعطي أمثلة على تشاركيتهم مع بعضهم البعض، فالمراحيض مشتركة لعدة منازل، والممرات أيضاً مشتركة بينهم، وحتى انظروا إلى التفاصيل التي تعطي دليلاً وتؤكد أن الشقق تشبه الشقق السوفيتية. الكرسي مثبت بواسطة السلاسل بهذا الشكل حتى لا يسحبه أحد الجيران ويجلس عليه في مكان آخر. حتى كبار السن السكارى يعدون نموذجاً للشقق المشتركة، إنهم يشربون منذ الصباح. يا رفاق، إنها في الواقع الساعة 10 صباحاً. الرجال هنا أعطوني قدحاً من روغودينج. روغودينج شراب فيتنامي محلي يسمى هكذا، ولونه أبيض عكر قليلاً. دعوني أجربه لأخبركم بالطعم. سأجربه حالاً. سأجرب. قوي للغاية، قوي جداً وثقيل أيضاً. هيا نجربه. سأجربه حالاً. في القطاع الثامن في سايغون. اللعنة، إنه قوي جداً. اكتبوا لي يا رفاق من منكم عاش في الشقق المشتركة من قبل. أنا شخصياً عشت في شقة مشتركة لعدة سنوات. هذا كان في سايغون، يسمى بمنطقة الاكتفاء الذاتي. توجد الكثير منها في جميع المدن الفيتنامية تقريباً، ولا تهدم السلطات المحلية المباني إذا كان الناس يعيشون فيها. لذلك إذا كان لديك الوقت لإنهاء بناء منزل في أي أرض قاحلة فهو لك. أتعرفون ما هو المدهش؟ في أي منطقة حتى في أفقر المناطق هناك فرق واضح، وتقسيم الأغنياء والفقراء بالطبع. بينما يعيش شخص ما في غرفة واحدة مع 5 أشخاص معا، فإن شخصا آخر في نفس المنطقة لديه شرفة خاصة به ومنطقة ترفيهية أيضا، حتى إن هناك ثلاجة ضخمة، ليس فخما للغاية ولكن أفضل مما رأيناه سابقا. انظروا هنا، وبالجوار ذاك المنزل تماما. إنه منزل أحد العاملين في السلطة المحلية طبعاً. طابقان وشرفة أرضية ضخمة جداً. انظروا إليه. بالطبع إن منازلهم تعتبر قصوراً للأشخاص الفقراء. يوجد مطبخ كامل، لكنهم ما زالوا يفضلون الطهي هنا على الأرض، فهذا لا يتم فقط في الأحياء الفقيرة بل في أي منزل يمكن أن ترى هذا أيضاً. انظروا كيف أن الفيتناميين ينامون أيضاً بدون أي مراتب أو ملاءات، فقط على البلاط كما ترون هذا تماماً. بشكل عام يقدسون في هذا البلد النوم أثناء النهار أكثر مما يقدسونه في إسبانيا، حيث ينام الفيتناميون في أي مكان على الطريق. ينامون على الشرفة أو على المقعد، حتى في الحديقة ينامون. وفي البنك قام الموظفون بتحريك كراسيهم وأخذوا قيلولة والصورة من الدردشات. وهذا رجل لم ينتهي من طلاء الغرفة وقد نام أثناء عمله، أمر عادي جدا. هذا يحدث في كل مكان. هذه هي هواية الفيتناميين المفضلة لديهم، وهي الكاريوكي.
أهذه كاريوكي؟ سوف يغني الآن، دعونا نسمعه جيداً. هكذا يقضي الحي الفيتنامي بأكمله وقته تقريباً. إنهم يغنون الكاريوكي طوال الوقت بهذا الشكل كما ترون. تقريبا يجتمع الأصدقاء ويغنون هكذا طوال المساء. هنا شخص يستريح. مرحبا. انتبه إلى كيفية رد فعل الفيتناميين على التصوير. لا شيء، معظمهم ودودون للغاية. الأبواب مفتوحة دائما على مصراعيها. إنه لأمر مدهش أن الفيتناميين ليس لديهم حدود فيما بينهم. دراجة بخارية مرت من هنا للتو، وهنا توجد الشقة في الوقت نفسه أيضا. انظروا إلى هذا، يمكنك أن تركن الدراجة البخارية بجوار الثلاجة مباشرة. يدخلونها إلى منازلهم لأنهم يخافون السرقة، وخاصة في الأحياء الفقيرة كهذه. انظروا إلى هذا، أتمنى لك وجبة شهية. مرحبا. وهم يتناولون وجبة العشاء على العتبة. لا خصوصية أبداً هنا، وهذا أمر طبيعي بالنسبة إليهم لأنهم يعيشون في حي مشترك بهذا الشكل كما ترون تماماً. هناك طريقتان لتداول العملات في فيتنام. الأولى هو الذهاب ببساطة إلى البنك، وهكذا يفعل السياح عادة. والثاني هو الذهاب إلى متجر المجوهرات هنا، حيث يكون سعر الصرف أفضل بكثير. أريد أن أجرب. يعملون في عطلات نهاية الأسبوع وكل يوم. القاعدة بسيطة هنا، كلما كان متجر المجوهرات متهالكاً أكثر كان السعر أفضل بكثير. علاوة على ذلك، من المقبول تماماً المساومة هنا، على الرغم من ذلك لا تتوقع الكثير. لم أساوم كثيراً، أردت فقط أن أوضح لك مدى سهولة الأمر في متاجر المجوهرات. ولماذا؟ تشتري متاجر المجوهرات الدولار بشكل غير قانوني إذا كان بإمكانها الذهاب والحصول عليها من البنك ببساطة. اتضح أنهم بحاجة إلى عملة نقدية غير مسجلة. في أغلب الأحيان هذا ضروري للتهريب. ما رأيكم بهذا؟ يبدو أنه لا يوجد شيء في هذا العالم لا يستطيع الفيتنامي أن ينقله على دراجته الخاصة. يتم هنا نقل الثلاجات والغسالات والحيوانات وبعض الصناديق الضخمة على الدراجات النارية بكل سهولة. يتم وضع 4 أو 5 أشخاص على الدراجة. يحمل الأطفال في سن الرضاعة بسهولة على الدراجة، محصورين بين شخصين اثنين. إن هذا الشيء مدهش للغاية بالنسبة إلي. نحن في محمية هوبنا الطبيعية. يحظى هذا المكان بشعبية كبيرة ويشتهر بمزارعه ونهره الجبلي. لاحظ كيف تنمو المانجو هنا. يضع السكان المحليون هذه الأكياس على ثمار المانجو حتى لا يأكلها النمل، ومن حظك سقطت إحداها خصيصاً من أجلك لكي تراها. انظر إلى ثمرة المانجو هذه على الأرض، دعني أريك إياها. إنها في داخل الكيس، دعنا نراها. لم أكن أعرف أنهم يلفون المانجا بورق الجرائد. في الواقع لا أعلم إن كان يمكن للنمل الدخول إلى هنا، لأنها عادة تغلف أكثر. حظنا سيء. دخل النمل بالفعل وأكلها. يعيش تيما في فيتنام منذ أكثر من 4 سنوات، وانتقل من خاركوف. يمارس ركوب الأمواج كما يشغل مهنة دليل سياحي. فإذا كنت تريد معرفة المزيد عن العطلات الجميلة وغير العادية في فيتنام، سأترك رابطا لقناته أدناه، تفحصوه بأنفسكم. أحضرني إلى هنا كي يريني الشلالات الفيتنامية. ومن أجل السباحة في نهر جبلي. يا للجمال! تدليكم فيتنامي طبيعي. إنه رائع. والقفز من على صخرة كبيرة. متأكد؟ لأكون صادقاً، لم أكن متحمساً للقفز من هذا العلو إلى بحيرة جبلية غير مألوفة، لكنني قفزت. سأقفز! مالاديت!
ثم اتضح بعد ذلك أن ارتفاع الصخرة لا يتجاوز المترين، لكن بعد أن رأى تيما ردة فعلي قرر ألا يأخذني إلى صخور أعلى. شكراً له. لا توجد مستوطنات تقريباً في هذه المنطقة، يأتي الفيتناميون إلى هنا فقط للعمل في الحصاد. هنا نزل فلاحين فيتناميين نموذجي، أي أن عمال مزارع الموز يعيشون هنا، وقد بني بطريقة غريبة للغاية. انظروا إليه جيداً. انظروا يا رفاق، هذا تصميم فيتنامي بحت للمبنى. هذه هي منطقة المعيشة الرئيسية كما ترون. هنا تحت مظلة بسيطة جدا ينام الناس، وهناك يأكلون، وهنا يضعون ملابسهم، حيث لا توجد خزانات في فيتنام. المكان مبني بأبسط الطرق الممكنة، وفي الوقت ذاته يوجد مبنى رئيسي قريب، لكن الناس لا يعيشون هناك. انظروا ماذا هناك. أين؟ سأريكم. هم يذهبون إلى هذا، إنه معبد للآلهة. هذا هو. هنا معبد آخر، انظروا إليه. وهناك في هذه الغرفة الضخمة حيث تنظف تلك الفتاة يوجد معبد آخر للآلهة، ولا يعيش الناس هنا، بل يأتون فقط لكي يكرموا أسلافهم. هذا هو ما يفعلونه هنا ضمن طقوسهم الخاصة. بالضبط، إنه شيء مدهش حقا كما ترون، طقوسهم الخاصة. الفيتناميون متدينون للغاية، وفي كل بيت مكان صغير للعبادة، ويتم إحضار العديد من الحلويات للآلهة، بينما تقتات العائلة على الأرز والموز، كما يحضرون لها المياه المعدنية، لا مياه الصنابير المجانية، والفاكهة، حتى الألعاب. هذا بيت قروي فيتنامي نموذجي جدا، إنه يمثل البيت القروي الفيتنامي النموذجي. عند الدخول لأي بيت فيتنامي يجب عليك أن تخلع حذاءك عند عتبة المنزل في الخارج. وحتى في بعض المتاجر الفيتنامية يطلبون منك ارتداء النعال عند المدخل، ليس فقط في المباني السكنية. بينما كان صاحب المنزل يشاهد التلفاز، سمح لي بإلقاء نظرة على المكان، والشيء الواضح للغاية هو الغياب شبه الكامل للأثاث، حيث حتى في المطبخ لا توجد طاولة. لاحظوا أن العديد من المنازل الفيتنامية لا تحتوي على إضاءة صناعية، حيث تحدث الثقوب خصيصاً في السقف بحيث يخترق الضوء الغرفة. على الرغم من وجود الكهرباء، لكن لا توجد إنارة كهربائية، لأن الكهرباء باهظة الثمن بشكل كبير. إنه أمر لا يصدق، حيث أن أكبر غرفة هنا وأكثرها إضاءة وتهوية في المنزل هي الغرفة المخصصة للعبادة. انظروا كيف تم ترتيبها بشكل جميل جداً وبشكل منظم. وهذه الطاولة ليست لتناول الطعام، بل مخصصة لممارسة طقوس العبادة للآلهة بهذا الشكل. هذه الغرفة بكل أثاثها بنيت تكريماً لوالدة صاحب المنزل. ها هي صورتها، وهي الشيء الوحيد المعلق على الحائط. هذه أمك؟ أها. يعتقد الفيتناميون أن أسلافهم لا يذهبون إلى أي مكان عندما يموتون، بل يعيشون معهم ولكن بدون جسد. يقدس تكريم الأسلاف بشكل كبير، وبفضل هذا غالباً ما يعرف الأطفال أجداد أجدادهم منذ 100 عام أو أكثر. أخبروني في التعليقات ما مدى معرفتكم بشجرة العائلة. يسمح هذا الدين لكل فيتنامي عادي أن يعتقد أنه بعد الموت تنتظره حياة أفضل من هذه، حيث سيتذكره كل أحفاده بشكل كبير. هل نترك الدراجة هنا؟ ليس لدينا خيار. سوف نذهب إلى قصر مهجور بالقرب من مطار كامرانية. بني القصر في عهد الفرنسيين في العصر الاستعماري. إنه الآن محاط بالسياج ومن كل الجهات، ولا تسمح السلطات بالاقتراب منه. مرحبا، هل من الممكن التصوير؟ لا 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 لا، نحن سنصور فيلما في هذا المبنى الجميل. سنحاول الدخول إلى هناك بطريقة أخرى. لطالما أردت رؤية ما في الداخل،
أقول للحارس كم تريد؟ يجيبني لا لا. هذا مخيب للظن في الحقيقة. نعم نعم، ومن ثم أعود بعد فترة وأحاول مرة أخرى وأقول له سأعطيك المال الذي تريده كم تريد، وهو دائما ما يقول لا. أعتقد أنني إذا صورت المكان سيصبح المحتوى أكثر إثارة على قناتي وستزيد المشاهدات أيضا. أو دخلت شوكة في قدمي. ها هو القصر خلفي مباشرة. إنه مذهل، لكن لسبب ما لا يعتز أبداً الفيتناميون بمثل هذه المباني الاستعمارية. بدلاً من ذلك يتركونها لتتهالك. فهذا غريب. انظروا، انظروا كيف انهار السقف. انظروا هناك، انهار تماماً. من الغريب أن مثل هذا القصر مهجور ولم يستخدم بأي شكل. سأستخدم هذه السلالم للصعود بينما هي تستند فقط على هذه الدعائم الصغيرة. هذا مخيف حقا. يمكن أن أقع بسهولة. وأنا خائف. يشبه جرس الكنيسة صحيح؟ نعم. في هذا المبنى وحسب بعض المصادر كان هناك دير كاثوليكي، وربما هذا يفسر لماذا لا يرممه الفيتناميون أبداً. كان نشر الديانات الأوروبية هنا صعباً للغاية، فتحت حكم الفرنسيين تم منع الفيتناميين من اعتناق البوذية، ولإعادة الأمجاد لدين أسلافهم اتبع السكان المحليون التطرف الديني. في هذا المكان بالذات في 11 يونيو قام الراهب البوذي كان اسمه تيتشيكوان ديك بصب البنزين على نفسه وإضرام النار. تظهر لقطات شريط الأخبار كيف ركض الناس وبدأوا في الانحناء. بعد ذلك قام العديد من الرهبان البوذيين بحرق أنفسهم مراراً وتكراراً تكريماً له أو ما شابه ذلك في ساحات سايغون طبعاً ومدن فيتنامية أخرى. كان هذا يحدث بشكل متكرر دائماً. تخيلوا التعصب الديني الذي جعل الرهبان يحرقون أنفسهم بعد أن صبوا البنزين على أنفسهم. اعتبرت صورة التضحية للرهبان في وقت لاحق أنها أفظع دليل على الإطلاق على قسوة الحكم الفرنسي في فيتنام، ومن نواحٍ كثيرة كانوا أحد أسباب انتهاء هذا الحكم. وبعد الفرنسيين أتى الأمريكيون، ويقال إن فشلهم في فيتنام يرجع إلى حد كبير لهذه الصور الفوتوغرافية. إنها أفظع صورتين في النصف الثاني من القرن العشرين، ومن المثير للاهتمام أن الصورتين التقطتا من قبل مصوري أسوشيتد بريس، وهذه الصورة أيضاً إنها تسمى فتاة النابالم. عام 1972 كان يتم إنقاذ الأطفال من النابالم الأمريكية التي ضربت قرية مسالمة. يعتقد أن هذه الصورة غيرت طريقة تفكير الأمريكيين في حرب فيتنام. ومن المثير للاهتمام أن الفتاة الموجودة في الصورة على قيد الحياة وتعيش في أمريكا. وهذه صورة أخرى إعدام في سايغون. هل تذكرون الشرطية نيون ناكلون الذي حارب المافيا؟ إنه هو الذي يطلق النار على شيوعي محتجز دون محاكمة أو تحقيق، وهذا ما سبب الفضيحة وجعله يهرب بعيداً. وبالطبع عاش بقية أيام حياته أيضاً في أمريكا وكان يحضر البيتزا. فيتنام بلد رائع يمتد على طول البحر، ويمكن القول إنه يمتلك عاصمتين أيضاً وهما الشمالية الرئيسية وهي هانوي وهي مركز الحفلات وضريح مدينة هوتشيمينه، والجنوبية فيها توجد ناطحات السحاب وأيضاً الشركات الدولية وحياة الشباب المتحضرة جداً جداً. خلال الحرب كانت كلتاهما عاصمة مع حدود برية بطول 17 كيلومتراً. كانت سايغون عاصمة فيتنام الموالية إلى أمريكا، ومنذ زمن بعيد تم تغيير اسمها إلى مدينة هوتشيمينه، وذلك تكريماً لأول زعيم للشيوعيين الفيتناميين، تماماً كما تم تغيير اسم العاصمة السابقة للإمبراطورية الروسية إلى لينغراد تكريماً لزعيم الشيوعيين الروس أيضاً فلاديمير لينين. ولكن على الرغم من ذلك ما زال الجميع هنا يطلق على هذه المدينة اسم مدينة سايغون، وليس فقط السكان المحليون ولكن جميع الفيتناميين.
هناك العديد من الشركات باسم سايغون، على سبيل المثال بنك سايغون وبارو سايغون وما إلى ذلك. تخيلوا، إذا قلت إنك ذاهب إلى سايغون فسوف يفهم الجميع، كما يطلق على الجعة المحلية الرئيسية اسم أيضا سايغون. سايغون، نعم، بالمقارنة مع المؤسسات المعروفة في سانت بطرسبورغ التي كانت تسمى لينغراد في العهد السوفيتي، فهناك بنك سانت بطرسبورغ كما شاعت تسمية بعض المنتجات باسمها، فاسم الجعة المحلية الرئيسية بيتر. يبدو هذا غير منطقي أبدا، لكن السلطات تسمح بذلك. إذن اتبعوا ذات الأسلوب واسموا منتجاتهم باسم مدينتهم المحبوبة، كما فعلوا في مدينة سايغون تماما. تدهش في أن الملياردير الأكثر ثراء في فيتنام نشأ في روسيا وحقق أرباحا في أوكرانيا. فام يات فونغ، إنه فيتنامي روسي تلقى تعليمه في روسيا. مع انهيار الاتحاد السوفيتي ذهب إلى أوكرانيا وقد أطلق علامة ميفينا التجارية في أوكرانيا، وهي نوع من الشعرية المقلية، وقد روج لهذه العلامة التجارية كثيراً، لدرجة أنه باع هذه الشركة ب$300 مليون. وفي أوائل العام 2000 بدأ في تطوير قطاع السياحة هنا في فيتنام، وحصد مبلغاً كبيراً من المال، ولديه جزيرته الخاصة، وهو ليس الثرية الوحيدة في فيتنام، بل هناك 3 أثرياء غيره. إنهم أيضاً يملكون ثروات طائلة، والكل يعرفهم هنا. يعد فامنهات فونج الآن أغنى رجل في فيتنام، تبلغ ثروته 5 مليارات و200 مليون. يعمل في المقاولات ولديه مصانع أيضاً، كما أنه يحاول أن يبتكر شبيهة سيارة تيسلا. نعم، تمتلك فيتنام سيارة تيسلا الخاصة بها، هذه هي فين فاست، ويعمل هذا النموذج على البنزين. لكن يتم الآن إنتاج النماذج الكهربائية منها. علاوة على ذلك، ليست الدولة هي التي تطلقها، ولكن ببساطة كان رجل الأعمال الفيتنامي فان هات فونج من قرر أن يريد صنع سيارات خاصة. فهناك من يشتري اليخوت، وهناك من يصنع السيارات. انتبهوا، ألقوا نظرة عليها، انظروا. ترتبط الأعمال التجارية الفيتنامية ارتباطاً وثيقاً مع بعضها بشكل كبير بجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، إن لم يكن بالمال فبالثقافة، وهذا واضح بشكل كبير. عندما وصلت لم أكن أعلم شيئاً مطلقاً، وكان هنالك جدة متقاعدة، لقد كانت تأتي إلينا في السكن وتعلمنا اللغة الروسية، لقد أحبتنا كثيراً وعلمتنا التحدث باللغة الروسية لمدة 3 أشهر، وبعد ذلك ذهبنا لموقع البناء. كان هنالك أصدقاء روس علمونا التحدث أيضا، حتى أصبحنا جيدين في القراءة باللغة الروسية. تمكننا من التحدث ولكن لا نتمكن من الكتابة. هذا شيء جيد، لأنني أحببت اللغة الروسية، أفادتني في حياتي كما أفادتني في تجارتي. لم نهتم لتعلم الكتابة، إلا أنني تعلمتها لاحقاً وأتقنتها، كان علي فعل ذلك حقاً. إذن تعلمتم التحدث أثناء عملكم في البناء، صحيح؟ هذا شيء رائع. نعم، وفي الشتاء كنا نعمل أيضاً. يملك العم فيودور الآن فنادق في المنتجعات الفيتنامية هنا. في النهاية بالطبع هناك وطن واحد فقط، صحيح، وعندما حان الوقت بالفعل قررت العودة إلى وطني. من الشرفة إطلالة على البحر الشرقي، وهي إطلالة رائعة في بناء مكون من 3 طوابق، يحتوي كل طابق على حديقة خاصة به مع نباتات وحمامات. كم تكلف هذه الشقق في نهاترانج إذا أراد شخص ما العيش هنا طبعاً؟ للشراء أم للإيجار؟ لا للشراء. أعتقد أنها باهظة الثمن. $1,000,000؟ لا، 2,000,000؟ نعم تقريباً. $1,000,000 ثمن شقة كهذه؟ نعم. سيسألني جميع من يراني في روسيا أنه كيف
يمكن للمرء أن يكون عامل بناء في خاباروفسك ومن ثم يصبح مالك فنادق في نهاترانج. سيرغب الجميع في معرفة الطريقة. نعم بالطبع، سأخبرك عن حياتي في روسيا، ويمكنك عمل فيلم لأنها قصة طويلة، وستحقق أرباحا هائلة أيضا. كان هناك الكثير من العقبات، وكان رجال العصابات هناك يزعجونني دوما، ولكنني ما زلت أنا على قيد الحياة. من الممكن أنني محظوظ لا أكثر من هذا. فقط هذا مختصر قصتي. يمتلك العم فيودور أيضا العديد من النوادي الليلية العصرية. بالمناسبة، الفيتناميون لديهم سلوك غريب جدا، فعلى الرغم من موسيقاهم الصاخبة فلا يرقص هنا سوى محترفي الرقص. انظروا كيف يلتقط الزائرون صورا لهم فقط وينشرونها على الإنترنت. لدى الفيتناميين عادة غريبة جداً، حتى إنني لا أعرف كيف أشرح لكم، ولكن بشكل عام يمسكون القضيبة. فعندما تكون سعيداً لرؤية شخص ما عزيز عليك ولم تره منذ وقت طويل فتربت على كتفه، أما هنا فلا، إن أحب شخص ما يمسكونه من الأسفل. كانت هناك العديد من الصحف التي كتبت عن ذلك. فعلى سبيل المثال، إن رأى عمال الفنادق عند استقبال السياح طفلاً صغيراً معهم يمسكونه من الأسفل بهذا الشكل كما شرحت لكم، وهذا بالنسبة إليهم دليل على المحبة. عندها يبدأ الأهالي بالصراخ ويريدون مغادرة الفندق بأقصى سرعة ممكنة. يستخدمون هنا عبارة أمسكني من الأسفل، والتي تعني أمراً جيداً، أي كان سعيداً جداً برؤيتي، هذا ما يقصدونه. تحدث الخلافات بين الفيتناميين أنفسهم حيال الأمر. طلب الرجل المساعدة من الشرطة بعد أن تعرض للتهديد لأنه رفض دفع غرامة أصدرتها لجنة الأخلاقيات عندما لمس قضيب شخص آخر ضد إرادة صاحبه ولم يفهم مقصده حينها. أتساءل ما هي العقوبة على ذلك، لأنها عادة شائعة هنا. كل هذا حدث في الجزء الجبلي من مقاطعة كوانغ جاي، حيث هناك العديد من القبائل المحلية. إليكم ما حدث. ادعى مقدم الشكوى أنه تم لمس قضيبه من قبل شخص آخر من أجل المتعة، حيث كان يرتدي سروالاً قصيراً. طالب الشخص الذي لمس قضيبه بتعويض قدره خنزير وبرميل من الكحول وإنجاز أعماله أيضاً. هذه ليست قصة فكاهية، بل إنها أخبار حقيقية تنتشر في الصحف أيضاً، وانتشرت بشكل كبير. هنا لديهم لمس القضيب، شيء عادي، فهو بذلك يعبر عن حبه لك. أنا أتكلم معك بجدية ومن دون مزاح أبداً. ماذا يلمس؟ هذا ما يحدث، إنه يمسكك من الأسفل وأنا أفعل هذا. ما رأيكم في فيتنام يا رفاق؟ إنه بلد متنوع بشكل لا يصدق. وبينما ما زالت العشائر تسيطر على بعض الأحياء هنا، تزدهر مجالات التكنولوجيا في مكان آخر. سايغون هي مدينة ناطحات السحاب والأحياء الفقيرة مع النوادي الفارهة جداً. بالمناسبة، سيكون هنالك فيديو منفصل حول الطعام الفيتنامي. كيف هو طعم الديدان الفيتنامية؟ لم يتضح لي أين هو رأسها، هنا أم هنا، ماذا تظنون؟ وهل هي أفضل من البعوض الفيتنامي أم لا؟ لن أكل هذا، لن أكله، لا أريد. كيف تطبخ العقارب؟ هل من الخطر إمساكه هكذا؟ إذا لدغك ستذهب للمستشفى على الفور. سوف نجرب البيض أيضاً. صدقوني إنه ليس مجرد بيض عادي أبداً. لذا اشتركوا في القناة، اضغطوا على زر الإعجاب. نراكم قريباً. وداعاً، ونلتقي مجدداً. إلى اللقاء.